قام الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا اليوم الاثنين بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما. وبهذه المناسبة وضع السيد كوستا إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين، ووقع بعد ذلك في الضفدع الذهبي للضريح. وكان الوزير الأول البرتغالي قد حل في وقت سابق بمطار الرباط سلا في زيارة عمل للمملكة تستمر ليومين.